دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أصدقائي الأعزاء، سنختبر اليوم حضورا عظيما لقوة الرب إلهنا في الوسط. أدعوكم أينما كنتم أن تبقوا معنا، لأن الرب يسوع سيمنحكم اليوم البركة التي وعد بها بني إسرائيل، والتي ترمز إلى البركات التي يخبئها من أجل كنيسته. لقد قال ما يلي في سفر التثنية الإصحاح 12 العدد 9. التثنية هو السفر الخامس في الكتاب المقدس، وهي ليست رسالتي الأساسية اليوم. أقول هذا لينير الرب أذهاننا ويبدأ الله بصنع المعجزة العظيمة في حياة كل منا. هنا وفي المنزل أينما كنتم، يكفي أن تصغوا لكلمة الرب إلهكم، وهذا ما قاله الرب هنا: لأنكم لم تدخلوا حتى الآن إلى المقر والنصيب اللذين يعطيكم الرب إلهكم، فمتى عبرتم الأردن وسكنتم الأرض التي يقسمها لكم الرب إلهكم وأراحكم من جميع أعدائكم الذين حواليكم وسكنتم آمنين. ماذا يعني دكتور سواريز؟ هناك أشخاص لم يقبلوا الرب يسوع بفرح وسرور ومن كل القلب، فهم يبدون وكأنهم يريدون معرفة الرب لكن عن بعد، بينما يجب أن نحظى بالالتزام الحقيقي معه كي يسكن في أعماقنا، لأنه إن لم نتخذ موقفاً كهذا سنترك خارج العناية الإلهية وبعيداً عن سكن الرب وعن ميراثه السماوي. فلا فائدة من الإعجاب بالرب من بعد، كما قال لي أحدهم: أوه، أنا لدي طريقتي في الصلاة، لكن هذا لن ينفع. يجب أن نتمسك بالرب يسوع كالهواء الذي نتنفسه، بمعنى آخر يجب أن نثبت به، أن تعرف حاجتك له وتأخذ قراراً حقيقياً، وإلا لن تدخل إلى المقر الذي يعطيه لنا الرب إلهنا. وسيأتي أعداءك يوماً بعد يوم وستكون في معاناة لا تنتهي. فما الذي علي فعله إذن؟ أصغي إلى كلمة الرب وافتح قلبك له وتخلص من كل الأمور الخاطئة التي في حياتك، واصنع التزاماً حقيقياً مع الرب. عندها ستفتح كل الأبواب على مصراعيها وستكون في محضر الرب، ستعاين وجهه ويستنير قلبك، وهذا في غاية الأهمية في العدد 9: لأنكم لم تدخلوا حتى الآن إلى المقر والنصيب اللذين يعطيكم الرب إلهكم. لم يعبروا الأردن بعد، فمتى عبرتم الأردن وسكنتم الأرض التي يقسمها لكم الرب إلهكم وأراحكم من جميع أعدائكم الذين حواليكم وسكنتم آمنين. قد يكون الشخص واثقا من نفسه ويقول: أني لست بحاجة لهذا. يا له من مسكين، فهو يؤذي نفسه بهذه الطريقة ولن يكون في حياته سوى المحن. أؤكد لكم أحبائي أنه بعد 59 عاماً من السير مع الرب يسوع، حيث كان عمري 6 سنوات فقط، لا يوجد ما هو أفضل من التمسك بكلمة الرب ومن كل القلب، دون أن نترك أي ثغرة ليدخل منها العدو ليزرع بذاره الشريرة والنجسة. والله أمين ليسدد كل احتياج لك. يقول هنا الملك داود في المزمور 40 الأعداد 1-3: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. يوجد الكثير لنتعلم هنا، فما نلاحظه أن الملك داود كان يمر بضيقة شديدة. يقول أنه كان في جب الهلاك في طين الحمأة في مستنقع الطين الملوث، وهذا شبيه جدا بما يمر فيه كثير من الرجال والنساء والأشخاص الذين يقولون أنهم لم يقعوا في التجربة سابقا. هذا حتما دليل على أنهم كاذبون.
فلم يكن داود محرجا من أن يقول أنه مر بهذه التجربة، تجربة سيئة، وكنتيجة لذلك كنت في جب الهلاك، في طين الحمأة، في مستنقع حقيقي، لكن الرب قد خلصني. لكن ما هو سر داود؟ لقد عرف أن الرب يريد أن يفعل هذا من أجله، كما نشعر نحن في هذه الأيام، وكما علمنا الرب عن مقر الراحة والسلام الذي يمنحه لنا. لكن علينا أن نعبر الأردن، وداود قد عبره، وعينه الرب كي ينقل هذا لي ولك. كيف يتمم الرب إلى هنا العمل؟ ليس فقط بتحريك إصبعه فتتحرر. لقد قال انتظاراً انتظرت الرب، فالرب ليس ملاماً على ما يحدث في حياتك، لأن التجارب تأتي دائماً، لكن إن استسلمنا لها سنقع في مستنقع الشرير، وحينها سنكون نحن الملامون. ففي اللحظة التي يضع فيها العدو المغريات أمامك، انتهره وارفضه باسم الرب يسوع، اطرحه خارجاً. لكن عندما نتهاون معه فيدخل ويسيطر على حياتنا، وهذا ما حصل مع داود. فأقام في جب الهلاك، في طين الحمأة، لكنه شعر أن الرب سيخلصه. فما الذي فعله؟ انتظاراً انتظرت الرب، وبمعنى آخر دون تردد مال إليه وسمع صراخه. انتظاراً انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. بعبارة أخرى، لا أعلم لماذا يسمح الرب بالتجربة لأولاده. التفسير الوحيد هو أنه لا يريدنا أن نكون كدوماً تخدمه، بل أشخاص قد مروا بالتجارب كالآخرين، لكن الأهم هو من يبقى ثابتاً ومتمسكاً بإيمانه. أحياناً كثيرة حتى الأشخاص الذين يعرفون الكلمة يحتاجون لبعض الوقت، كما تأخر صموئيل 7 أيام عن الموعد المحدد مع الملك شاول، وعندما وصل كان شاول قد أتم الأمر بيده وخسر الملك بسبب ذلك القرار، لأنه لم يعرف كيف ينتظر. لكننا خدام ولسنا أسياد، وهو يعلم متى عليه أن يميل أذنه، وعندما يفعل ذلك لن يقدر أي شيطان على مقاومته. ففي اللحظة التي يشرق فيها الرب بوجهه على حياتك بنوره العظيم، سيجبر إبليس أن يتراجع ويهرب. لقد كان داود في جب الهلاك، في ذلك المستنقع القذر، في طين الحمأة، لكنه انتظر الرب بصبر، وهو يريد أن يقول لنا: إن مررنا في أي مشكلة علينا أن نفعل ذات الأمر. إلهي، لا أريد ذلك، أنا أطلب معونتك، أعترف بخطيئتي، لقد وقعت في التجربة، حررني يا إلهي. وهذا لا يعني استجابة فورية، وقد يجيبك في جزء من الثانية، لكن داود انتظر الرب بكل صبر وأنات، وأدرك أنه لا يكفي أن يعترف فقط، بل يجب أن ينتظر أيضاً. لقد قال يسوع: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. وانتظر داود، وعندما أمال الرب أذنه سمع صراخه وخلصه وأصعده من جب الهلاك. إنها الرسالة التي يعطيها الله لي ولكم اليوم. ثم ماذا فعل لداود؟ العدد الثالث: وجعل في فمي ترنيمة جديدة. والآن لم يعد هناك ترنيمة حزن، ترنيمة خوف ويأس، يا رب وأرجوك ساعدني، لا، إنها الآن ترنيمة فرح جديدة. العدد الثالث: تسبيحة لإلهنا. هذه الترنيمة التي يريدك الرب أن ترنمها، والدليل على أن الرب قد سمعك حقاً وحررك من كل شر لتمتلئ بالفرح والابتهاج. سأسبح الرب الآن وسأرفع اسم إلهي، طالما أنك تأتي إلى الكنيسة لتنال البركة فقط. إذن أنت لست في المسار الصحيح، لا بأس أن تأتي من أجل البركة، لكن عندما تنتقل إلى مستوى أعلى، سأذهب لأن الرب تكلم إلى قلبي لأني أحبه وأحب أن أسمع كلمته المقدسة، وصارت لدي ترنيمة جديدة في فمي الآن. وماذا حصل لداود بعد ذلك؟ كثيرون يرون ويخافون، يرون كيف سقط وكيف كان في جب الهلاك، والآن يرون ما فعله الله معه
فيخافون ويوقرون ويحترمون الرب الإله ويتوكلون على الرب، يبدأون بالحصول على الإيمان به أيضاً. اسمح للرب أن يقودك، فطالما أنت الذي تتحكم سترتكب الخطأ تلو الآخر، ستتعثر على الدوام. والآن يقول الرب الإله: دعني أعمل في حياتك، آمن بما أقوله وبما أنقله لقلبك من خلال الكلمة. انتظاراً انتظر الرب بصبر وثبات وثقة دون تردد، والرب في وقته المناسب سيميل إليك. لقد انحنى الرب من أجل حماة بطرس وانتهر الحمى فغادرتها، ففي اللحظة التي يميل الرب أذنه إليك ينتهر كل مرض وسرطان وإفلاس، سينتهر كل إثم وكل عمل للشرير. وحينها ماذا ستعلن؟ الرب سمع صراخي وخلصني. أحبائي، لا يوجد ما هو أفضل من الشعور بالثقة أن صلاتك قد سمعت من الرب. فالرب صالح، كم أفرح بإعلاناته في كلمته المقدسة وبالفهم الذي يمنحه لنا، يغذينا حقاً. فلا أحب أن يكون من يسمعني مقيداً بما أقوله فيكرره دون علم ومعرفة، بل أريدكم أن تعرفوا الرب حقيقة لنقدم خدمة مقبولة، وإلا فكل ما نفعله هو مضيعة للوقت. فلا يمكننا أن نسمح للشرير أن يتحكم بحياتنا. أريد أن أصلي الآن لكل رجل وامرأة. بعضهم يقولون: دكتور سواريز، إني بحاجة حقاً للتحرر من أعماقي، إني ممتلئ بالحزن والانزعاج بالغضب، والحياة ليست على ما يرام. لكن الرب يريد أن يغير حياتك في هذه اللحظة. إن كنت تمر في محنة وتشعر بالمرارة، إن لم تشرق الشمس في حياتك بعد وحياتك قاتمة ومليئة بالغيوم، تشعر بألم حاد في أعماقك، أريد أن أصلي من أجلك الآن. سأصلي من أجل كل من لديه ألم. دعونا نأخذ هذه الفرصة من فضلكم. سنصلي أيضا من أجل الألم الجسدي. كل من يحتاج الصلاة ليرفع يده هكذا من فضلكم. إن كنت بحاجة للصلاة قفوا على أقدامكم، سأصلي من أجلكم. مشاهدين في المنزل أيضا افعلوا ذات الأمر. احنوا رؤوسكم وأغمضوا عيونكم. أبانا، نقف أمامك اليوم باسم ربنا يسوع، ونحن في أمس الحاجة إليك يا رب إلهي. هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من المشاكل في ذات الوضع الذي مر به داود، إنهم في جب الهلاك، بالاكتئاب والإحباط، في جب المرارة والاستياء. إلهي، قلوبهم تؤلمهم من شدة الحزن، يشعرون بالظلم يا رب، إنهم مضطهدون وهذا يجرح مشاعرهم جدا. إلهنا، لا يعلمون ما عليهم فعله، لكننا جميعا نحوك أعيننا. أبانا، يوماً بعد يوم يغرقون أكثر ويفقدون القوة. إلهي، آخرون لديهم مشاكل في الجسد، يعانون من الألم من تاج رؤوسهم إلى أسفل أقدامهم. أبانا، أسألك في هذه اللحظة أن تأتي بقوتك بشعاع نورك يا رب. تعال والمسهم بيمين قوتك وانزع كل ما هو من الشرير. إني أستخدم سلطانك الذي منحته لي كخادم لكلمتك، وباسم الرب يسوع إني آمر العدو أن يخرج من حياة هؤلاء الناس. إني أستخدم سلطانك يا رب وآمر العدو أن يأخذ كل ألم جسدي أو نفسي، كل المشاكل الموجودة في حياتهم ليخرج الآن. أنا لا أطلب منك أيها الشرير، بل أعطيك أمراً في هذه اللحظة: أخرج من حياتهم، اذهب بعيداً باسم الرب يسوع. لك كل المجد يا إلهنا، نقدم لك كل الشكر. تعال يا رب بروحك القدوس والمس حياتهم، املأهم بالسلام يا رب، خلصهم وحررهم، أعطهم ترنيمة جديدة، تسبيحة لاسمك. نعم يا رب، نقدم لك كل الشكر والحمد من كل أعماقنا. آمين. مبارك اسم الرب.
لا تجلسوا، فالرب يتمم العمل. دكتور سواريز، رائع أني وجدت في هذه الخدمة، فالرب عمل في حياتي. أريد أن أشهد عن ذلك لمجد الرب. ما الذي حصل في حياتك بعد الصلاة؟ هل تود أن تقدم اختبارك؟ ما الذي حصل معك صديقي؟ دكتور، كانت المشكلة ألماً في صدري لكنه زال، وما زال هناك 3 بركات حصلت عليها أيضاً مع القسيس يونيسي في كنيستي هناك. منذ 3 سنوات كانت عيني تدمع، وكي أجففها كنت أستخدم علبة كاملة من المناديل، وقبل 3 أشهر ظهرت عقدة كبيرة في عيني هنا، لم أكن أستطيع الرؤية إطلاقا. وثم بدأت أذهب إلى نهضة الزهرة، وهناك حيث تحررت. اتصل بي ابني عند الظهيرة وقال: أبي، لقد وجدت عملا هنا، مبارك اسم الرب. شكرا للرب يسوع. آمين، مجدا للرب. وأنت أخي العزيز، ما الذي حصل معك؟ كنت أشعر بضعف وتعب، لكني بخير الآن. هل زال التعب؟ أشعر أنني أقوى الآن. سنسمع اختبارين أيضاً، أنت أختي، واختبار آخر فقط. ألم في الصدر، لم أكن أستطيع التنفس، كان ألماً شديداً. زال الألم الآن. هناك أخي. لقد تعرضت للسقوط قبل 2 أسبوع، مما سبب مشكلة في عضلات الكتف، ولم أكن قادراً على رفع ذراعي. آمين، مجداً للرب. لنستمع اختباراً آخر، تفضلي أختي، تابعي من فضلك. كنت أشعر بألم في ظهري ومفاصل أصابعي، كانت تؤلمني أيضاً، لكن الآن زال الألم، مجداً للرب. آمين، هناك البعض قد حصلوا على البركة لكن لا يرغبون بالحديث عنها. فإن صنع الرب معجزة يجب أن تعلنها لألا تخسر البركة. إن لمس الرب حياتك ارفع يدك هكذا وقل: أشكر الرب، أنت عظيم يا إلهي. لنجلس ولنشاهد دراما الحياة الحقيقية. بعد زواجنا بفترة قصيرة كنا نتردد على الكنيسة ولم نكن مواظبين، وكنا نسكن في منزل أهل زوجتي دون أن ندفع الآجار. وكان على الزوجين الانتقال إلى منزل مستأجر، ونتيجة لذلك اضطروا للانتقال عدة مرات. وعندما استطعنا إيجاد منزل آخر للإيجار أيضاً، لم يكن جيداً أيضاً، فانتقلنا إلى منزل آخر ولم يكن جيداً مرة أخرى. ثم بدأنا في دفع الإيجار شهرياً، وكانت المشكلة أننا كنا نتنقل كثيراً، وبسبب ذلك الأثاث كان يفسد، وكنا نكسر الكثير من الأثاث دائماً، فكان لابد من شراء أثاث جديد في كثير من الأحيان. وإن أردنا الاستقرار كنا نتفاجأ بزيادة الإيجار دون أن نكون مستعدين. في الواقع المكان الذي ذهبنا لنعيش فيه كان غرفة من غير باب، فوضعنا خزانة في مكانه، وكانت الأمطار تملأ المنزل بأكمله. لقد كان وضعنا سيئاً جداً في البداية، وساعدتني والدتي في شراء الطعام لأنه لم يكن لدينا المال لمدة 4 أشهر، فلم نكن نذهب للتسوق مطلقاً، وكنا نشاهد على التلفاز دراما الحياة الحقيقية بشكل دائم. فشعرنا بالإيمان في قلوبنا ودعوة من أجل الكفالة. عندما بدأنا بدراسة الكتاب المقدس وبدأنا في البحث عن الرب، كنت أريد تغيير حياتنا. لقد تعبت من المعاناة. بدأنا في قراءة الكتاب المقدس أكثر، وحرصنا على مشاهدة برنامج الإيمان. وعندما رأينا الدكتور سواريز يتحدث عن الكفالة لبرنامج الإيمان، بدأنا بدفعها للكنيسة. شعرت بسعادة كبيرة لأنه أصبح كفيلاً للبرنامج. ذلك جلب السعادة لحياتنا لأنه يأتي من الرب، وهو قد لمس قلوبنا، وشعرنا برغبة بأن نصبح كفلاء للبرنامج، وبدأ الله يفتح الأبواب، وكان شعوراً قوياً حقاً. وهكذا تمكننا من العثور على منزل، واشترينا هذا البيت، وهذا مختلف تماماً. نحن سعداء ونستطيع الذهاب إلى الكنيسة في الوقت الذي نريد. نستطيع استضافة الأخوة هنا في بيتنا وقتما نشاء. عندما نريد أن نستمع إلى الترانيم مثلاً، نستمع إليها اليوم بأكمله. هذا شيء مريح حقاً. نحن نشعر أننا أكثر سعادة. لقد كنا مستائين دائماً عندما كنا ندفع الإيجار، وعندما أصبح زوجي كفيلاً لعمل الرب أنذاك بدأ كل شيء يتغير. هكذا تمكننا من شراء منزلنا
واشترينا دراجة وسيارة وغير الرب حياتنا. ونستطيع الذهاب إلى المتجر وشراء كل حاجيات المنزل لأنه من قبل كانت والدتي تساعدنا بذلك. والآن لدينا دائما الطعام الجيد في المنزل، وعندما يأتي الناس لزيارتنا لدينا دائما الكثير لنقدمه لهم ونساعد الآخرين. إن هذا أمر جيد لأنه من الأفضل أن تعطي أكثر مما تأخذ عندما تكون لديك القدرة لمساعدة الآخرين. يعتقد كثيرون أن الرب يجب أن يكون أميناً معهم دائماً، لكنهم غالباً ما يكونون غير أمناء معه. علينا أن نكون مخلصين في حياتنا. لدينا حياة أفضل الآن ولسنا بحاجة لأحد. كل هذا حصلنا عليه بفضل عمل الرب في حياتنا. مبارك اسمه، إنه عظيم حقاً. شكراً يا رب يسوع. لننتقل الآن إلى السؤال الأول. دكتور سواريز، هل الكنيسة اليوم مستعدة لتقبل المؤمن الجديد الذي ليس لديه السلوك المسيحي بعد؟ بالطبع الكنيسة مستعدة لأي شخص يأتي إليها، وقد يأتي بأفكار خارجية من العالم، ونحن لدينا الإمكانية من خلال كلمة الله للغسل والتنظيف للتطهير حتى يتم تحرير الشخص تماماً. دعونا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. بالنسبة لقانون الزرع والحصاد، هل دائماً عندما أزرع الشر أحصد الشر؟ أختي العزيزة، لا تزرعي الشر أبداً، توقفي عن هذا، لا تفتحي الباب للعدو. يجب أن نقول العكس، سأزرع البذار الجيدة فقط. فلماذا نزرع الأشواك؟ وعندئذ ستكونين عرضة للأذية لأنك ستدوسين عليها، وقد يؤذى شخص آخر أو طفلاً صغيراً. بل لنزرع البذار الجيدة، فلا تزرعي أشياء لن تنفعك، وهكذا ستكونين دائماً سعيدة وستحصد الحياة الأبدية باسم ربنا يسوع، له وحده كل المجد. دعونا نقف الآن لنصلي. أعزائي، كل ما تسمعونه سيتحقق اعتماداً على تمسككم وتأكيدكم عليه. أغمضوا أعينكم وركزوا بالإيمان معي. أبانا الحبيب، باسم ربنا يسوع، إن نقف الآن في محضرك المقدس، وقد رأينا كيف باركتنا بوفرة اليوم. لقد شفيت بنسبة 100%. نشكرك يا رب من أجل جميع الذين طلبوا ونالوا الشفاء والبركة. إلهنا، هناك كثيرون ما زالوا يعانون من مشاكل خطرة. إلهي، تعال بلمسة يمينك وانتهر العدو الذي أساء لأجسادهم، أساء لأرواحهم، أثر على عائلاتهم، حياتهم المادية، مناطق مختلفة من نواحي حياتهم. إننا ننتهر هذا العدو يا أبانا. سيتراجع ويهزم، لأن السماء والأرض تزولان لكن كلمتك لن تزول. يا رب، إني أتحد بالإيمان مع هؤلاء الأخوة في هذه اللحظة. نريد يا رب أن تأتي بنارك وتحرق العدو الآن يا إلهي، ليغادر حالاً، ليترك أجسادهم من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. أقول هذا لمجد اسمك، إن نثق بيمينك القوية والقادرة التي تصنع المعجزات وتنزع كل معاناة من الشرير. إلهي، مهما كانت أعمارهم أو مهنتهم، مهما كان المستوى العلمي، فلا يمكن إرضاؤك إلا بالإيمان. وأنا أقول باسم الرب يسوع، أيها الشرير، أنت تعلم أن الرب منحني السلطان كخادم للكلمة. لنتحد أحبائي جميعنا بهذا الإيمان، لنأمر كل شر أن يخرج الآن. ومهما كانت المشكلة أيها الشرير، إني أكسر كل قوة وضعتها على حياتهم. أمرك أن تغادر الآن وتختفي باسم الرب يسوع. آمين.